آيدها سورة القصص إلهي سبحانه وتعالى وكشكينا يا نبي الله موسى عليه السلام إيوه دلشدي سي كريمدي سي إيوه سيدا وحياله صوم مري وحياله كمدا نبي الله موسى وحكمد يا هاي النبي هذا أولي العزم ووين إلهي سبحانه وتعالى وصدري وكليم الله وحال سوي ديننا وكهد لنا قلبت دورك دمرك إليهم سورة هذه يسيس عطو وحنرك إنا قصة وعاكجر فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا مركا نبي الله موسى إلهي سبحانه وتعالى سيد الصورة دبلو قيدة أكشيغي وحو أصوى الدري الله سبحانه وتعالى فرعون إنو رسالة قارسيو رير بني إسرائيل أو دباتة كجري إن لقبت باديو دباتة لقد القاضو دولكا أي كنو لايين أو دباتة كهيستي إلا دحل سيو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إيجا إنا نكدق نو إمامي وددك هقامية أو دونك حكومة أو دولكا دحلة ونمكن لهم في الأرض دولكا هذا فرعون إيجا أمر كتاقلين إيان إنا إيجا دحل سينو أيان دوني نبي الإلهي سبحانه وتعالى او إلهي نعمد إيسا إيو فضل إيسا ورير بني إسرائيل كغسارو لباتلاس ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون إيو هامان إيو أسكرتي سنة لطوصه وحاي كدكتونايين لباتل إسمينيين عرب حمضوضة إلا طوصه إن يكون قوبين هل كاسبه وحي كبلا بطي مركا للشدي نبي الله موسى نبي الله موسى مركا او اسبدل كوين انو سمي الله ربا وحا اسوسو دي ديوي او سو كوريي ودمر او فرصية معنا هميش كسعودار روينا كن فهمسيو وحويه هل كا الهي وحو كبلا بي وأوحينا إلى أم موسى أركب بالوضي إلهي سبحانه وتعالى أشهي أو أها اسبدل كأمضة يأدون كمركة الرمين القصة مي اسبدل كأدون كإلهي سبحانه وتعالى الرمين القصة مي وحكب بالوضي وأوحينا إلى أم موسى وحان كلها مني أن أرضعيه نوتش أسك النوج فإذا خفت عليه هديات عبسطه إن فرعون إيا أصحابتي سو أي هلان أو أي قورعان إلا عرورتو دبحية قورعية فإذا خفت عليه هدي عبسي كوكشو قرقا إلا كوكسو تشبيه قريه وريقيان مريان خير بني إسرائيل ويل مودش وحي ويله ودشاه سلامها أوركله كله هل ذبحيه مركو دشبه ولا فيرنا مويل بامس وقبر ويله دوية هاي مركبه والقور عيه ورجف فإذا خفت عليه حالي رسمي فألقيه في اليمي بياه كتور بياه انتان كوردين صندوق باكوردين سابن سورة الضاحة عديس أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم صندوق قلي عنقا يركا يهددش الماء يركا يهددش صندوق قلي بضا كرد بيها كرد ويبقى نيل كرد مركز إلهي كير ولا تخافي ولا تحزني كامر كوا بدعي توردي وي عبسطي سيدي بيا شيء بيا كتورتي إلهي سبحانه وتعالى مركا اطمئنان بوسيه لا تخافي ولا تحزني
عبسن هنا أمرغون هنا مرغون هنا أبيقين سكر إن وحجاران أذقنا هم مرغون إن رادوه إليك وكوس علينا وجعلوه من المرسلين أنت كلي إن كوس علينا ما هاي أنت وين هذا بويل كانوا حنا قنا يا النبي مرسل آها يوم قنا بشاروين وين يا مركا علماء وحي رهضان قاركوت آيات داسو قرآن كآيات دا أقوب بلا غبضن واي يا أقوب بلا غبضن واي آيات كلية أي إلهي سبحانه وتعالى لبا أمركم بحيه أو لبا خبر أخبارك شاقي أو لبا بشارك شاقي يا إلهي سبحانه وتعالى أنت صدن هالآيات واي نبي الله موسى إذن هويو أي سكرس أو دش أو هاي سي نبي الدونك اسبدل كسامينا مركي وقريق فرعون كسور دعي يا قعنت كل يا هدنا حاسك فرعون بقى عنت كل يا هواني بكيمي هواني كلاتو أي إلهي سبحانه وتعالى كأمن قعنت وقلي وقلب هذا جعل إلهي وقلي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لا يعرف فرعون أنه عدو يحزن لكن امرأة فرعون وحيتري قرة عين لي ولك إيش شيء ذاك قبوس نيس أديك إيه أدين قبل وحي شجان علماء التفسير كوحير هذان فرعون وحير أديك قرة العين هكون نغضة أنا عرقت لين إيماها أرد لا تقمش لا هذه سلات مرة واني بالفير خير كقفك وأصخرا إيه حتى مركا يندتك حتى إسلام هاي بي حتى كلا بني أدم كلا دوية يا إلهي سبحانه وتعالى هنومك أكلا سهلي يا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إلهي سبحانه وتعالى نبينا عليه السلام بكيري إنك لا تهدي من أحببت هذه عدة جعشها ما هنو من كرتي هذا إلهي وأقيا عدة هنومك أجا جواني عدة نجا جوانين الله سبحانه وتعالى علمه فرعون يحاس كيسي إيضو وحيتري قرة عين لي جعلان تسيويل كجعلات إلهي سبحانه وتعالى مركو رسولنا وين رميصي وين وحينا نغطي من أهل الجنة هذا مركو وقفض لي بضم بين نغطي جنة مركاسنا وحق بي أو أي حاس واحد ننك أدونك وقدم ببنا وقحما أي واحد حاس واحد مركا معجزاتك إلهي سبحانه وتعالى بكم تهي آيات كيسة هل قاسنا هوني باكو هيسي إلى أصوكر وصوبر بارو يرى أنت هدنا قبردي ولاشي سهيد دور بيكولا هيد إن هو يديس مرلبات أي كسو نغضوه أي نوجسو وقالت لأخته قصيه يعني مخابرات شقاء وحوي مخابرات وكلاتاء يا قبردي ولاشي سهيد بيوحي كتري بل صو إيق إيقو إنها صو مرمري أو بل دبقل ويلكي حقيا كدن بي يا حقيا كدن بي قصر قبي صوغة شيوة فرعون قرقي سبالاس كي سويني فلدي سويني يا مركا سي وركي دوقش او جد وي عرقتي ويلكينو انو ميشتشو هل كاس بي هدناها وحي كاسا ما يسي هذا الكاس إلهي سبحانه وتعالى نو شاقي مركي ويلكي الناس او ديدي او عمت ديدي عبتان ديدي وحبت ديدي عانت ديدي تري ما يدين شاقا dad idin sameyn karo nuujin karo waxba aan xataa idin ka rabay ya oo cunuga idin hayn kara ha nala soo gaar waa kan markaas hooyadiis u soo sheegtay tartiibad kaas ilaahi subhanahu wa ta'ala nabi muusa hadana yaani halka door waxa ku lahaa dumarka badbaadintiisi iyo dalmadiisi iyo korriimadiisi ya waxa xogsaday ma sha Allah dhalinyaro xog leh uu noqday waakiin ninka maaratay sida kadiis uu dilay kadibna soo baxay Madian yimi Madian yar ku yimina qisada waxaan ku arkayna waxa ugu horeeyay la kulmay ahaay dumar bay ahaayeen hadana oo dumarkan maxay qabanayeen gabdho waxaan ceel ka waraabsanaya arigoodi wada oo celcelinayo dhinac isub buusaya macnayaal badan baa ku jira culimadu ay ka qaataan
يعني قبلهاس رير مدين كلية آياتك حوارك إسلافسك إسلاف صدين هذا اللضاء نبي موسى يقع عليه السلام ما خطبكما حاته لأنه سيقار واركي وقال تاسوحي كنت سنيسا قبل مسلمة دا أوتو سنين داتك كالي لقى قرنكرو وعلى مدى اللغة قرطة إلى ذهي وحشوتك سؤرورين ترقى رقى ويدين عين اختلاط كل هين ودح قلي هين ودح بودي هين جانتر رقون أنا هاي بوكو قرط يا حوري قبلها هندين عيسو بوصي حوالو دي حق عشان هي وارق العلين هي مارتان دادك سوى دي حقلي محي أهاين واركين داد قاري هنا مسلمين كاسوي ما خطبكم حايدا ها حالكينو يهي مركز يقول شعر دين لا نسقي حتى يصدر الرعاء لما كان رجريال كبه سوقينا انت عيالك كبه حيان عيالك انت كبه حيان او فارق نغونا يوس مركز آنو مارتي ما دي حقلي كرنو ما ريح ريح لا ما ريح ريح كرن سيدي بوا مركز وقوة رعبية تاسونا واشها مدى قفك مسلم كا او ماركتي كالما ديسة مساعدة ديسة سوو حبكو دونيهين مركز دور معلومات بسوس عدي على إرادة النبي موسى عليه السلام دور معلومات بسوس عدي آن وحمعون قاجو أي هراد يدبات بوي هيسي وكن جيت كفري سنة يه ماركته هوستي ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلهي صبري يا إلهي سبحانه وتعالى إنه ماركتي بحكو إرزاقه جوابتي هنا دقدق بوطمي وناقي أسميي معروفك أسميي إيه إلهي سبحانه وتعالى إلى علينا إيه كرنا إيه ولا امتحامي ولا طبري وحبال الله ديارني وين شغ وين قبل دونه هذه يشير ضدك إلهي سبحانه وتعالى وديارنا إيه إني اسبدل سميان اسبدل إني سميان ودد بلشدة كالصادح بحواي ما هذا كرك قيم هذا سيدا غالب كلا هذا بلشدة كالصادح بحا أو بلشدة عادية ظروفها ذي قانا ظروفها ذي قانا الله صنع هذا فقير كيسة مسكين كيسة كيسة مارته ودقة كيسة با دمر كيسة وعيسة دن يقانا صلي باتوا بروي وإلهي سبحانه وتعالى فصت بروي مركو ملح نغضه مركو هجامية نقضى سو ينو إلا وين مسكينك فقيرك دمرك ضعف ضعف هذا كتبرت درن وصوم مري قاتدي وصوم مري دبعت وصوم مري حاصل درن أنا حسوسي كحكمة وين بقى كشرته نبي الله موسى نبي إلهي وين لكن إنه قاتد صومر دبعت صومر نبي يوسف عليه السلام كان حكمك مصر أردن لوديبين صوم مري دبعت الدنيمو كليبسي حبسي يعني دباتوين بدن امتحانا بدن وصامري هوين يدي ماركتي فتنة الدون للدون يسي لأنه هدو دي وحا إيمان كرا وحا صدنا فتنة أيا إيمان أيا مركي مضاح ونغض غفكو هدي آنو ماركتي ديار سنين أما امتحانا دان آنو ديار سنين إنو كقدب ولذلك وقود عيا هدي كلاتو أما فتنة الدمر كا أما فتنة الشهوات كا حولها dalalalka dumarka waxa soo dhani dhulkay ku soo ridi karaan masuuliyadiisi iyo ummadii sidoo u hoggaamin lahaana ma garan karaan inaan nabi muuse alayhi salaam hadana halkaas waxay sabab u noqotay gabadhii u guursan lahaa ayaa halkaas ka arinkeeda ka dhalay kadibna halkaas uu muddo joogay maxal shaahidkan ka soo galay waxa way markaa hadaay weydiiseen ama tiraahdeen ka hadal dowrka dumarku leeyihiin هذا دور كدمر كليهم وحوي إني بأعوان ويهين أو إيجو بربريين أو إيجو أي جرب أو أهاين هجامي ياشي يهنوني ياشي الدنكا صمرة أبوه وينه إني هو أهاين جرب يقاشا دمر كواه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيرة ديسا مركي إنه دراسينا تاسينو كيلنا والنبي عليه السلام خديجة وحيوها هي أكبر عون قف بني آدم أو قرب كيس استاجة أي يقول ريسي دعوة للقرب استاجة حول هذه مالك هذه نفط هذه
caqligeedii oo dhan bay ku bixisay diinta ilaahay subxaana wa tacaala, saas u jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. Haddii aan soo koobo marka dhowr qodob ku soo koobo dowrka dumarku ilaa yowmana haada ay ku leeyihiin ama la rabo inay ku yeeshaan, kow waxa weeye tarbiyada ummad, tarbiyada jiilka cusub ee ilmaha bulshadaas wax ka noqon doona ama wax ka bedeli doona ama saalixa ah wey. Oo waxay yidhaahdaan culimmadu, haddii aad hooyo wanaagsan haddii la helo, bulsho wanaagsan iyo shacab wanaagsan baa la helayaa. Macnaha waxa weeye, haddii aan hooyo wanaagsan la helin yaa oo dumar wanaagsan la helin, mujtamac wanaagsan lama helayo, maba suurtooba gelin. Xagu ka imanaya? Iyadaa dhalaysa, iyadaa barbaarinaysa yaa. Marka muhiimadda ugu weyn ama doorka ama kaalinta ugu muhiimsan oo dumarku ay ka ciyaarayaan horumarka iyo taqadumka bulshada muslimka ah waxa weeye tarbiyada ilmaha iyo jiilka iyo generationka wanaagsan weeye. Waxaad maqlaysaan mararka qaarkood yacni hooyada guriga joogta in la yidhaahdo shaqo ma hayso, marka waa inay soo shaqaysaa oo dadka laga dhaadhiciyo masalan bannaanka shaqada ay ka soo qabanaysa keliya inuu yahay waxa ay kaalin kaga qaadan kartaa bulshada inuu yahay. Laakiin arrinkaasu arrin saxa maaha. Kaalinta ugu weyn ee hooyadu qaadato waxa weeye ama dumarku qaataan waxa weeye inay ilmo wanaagsan oo saalix ah bulshada u soo saarto weeye. Tusaalayaal baan ka bixinaynaa. Masalan, ilmaha marka u horeeya oo uu dhasho, macallinkiisa iyo cilmiga u horeeya wuxuu ka qaataa hooyada, waana macallinkiisa u horeeya. Haddii aanu weligiis macallin kala helin, maxaa la yidhaahdaa? Ama wax baran ama wax akhrisan, maxaa la yidhaahdaa? Ummi baa la yidhaahdaa, soo maaha? Ummi waaye. Ummadan xagee bay ka timid? Ummi. Waa kelimatu lum waaye. Yaa? Maana waxa waaye, sidii hooyadiis u dhashay weeye, wax kuma kordhin. Cilmi kuma kordhin. Ummi saas ku yahay marka, waxba aqoon waxba ka helay. Hooyadu marka waa macallinka koowaad waaye. Markay ku ababiso marka diinta Ilaahay, markuu ilmuhu soo kaco uu arko salaada ay tukanayso, dhinaceeda soo fariisto, markuu arko qur-aanka ay akhrisanayso oo uu qur-aankii dhagihiisa ku dhacaan oo qalbigiisa ku dhacaan, markuu xoogaa soo koro shanta waqti ay kicinayso oo salaadii u istaajinayso, hadallada wanaagsan oo ay kula hadlayso, hadallada xun oo ay ka reebayso, kelimaadka afkeeda ka soo baxaya iyada oo aan habaar lahayn oo aan cay lahayn oo aan xumaan lahayn, maalintii oo dhan gurigu joogaa 24 saac, hooyadu waxa ay samaynaysu eegaya, faqiir bay wax siisay uu rikoor garaynaya, sadaqay bixisay uu duubaya, qof bay hadal wanaagsan kula hadashay waa duubaya, qof bay soo dhaweysay waa duubaya. Ilmo waa rikoor yaro halkan yaal oo wax baranaya wax walba oo cusub adduunka oo cusub yihiin isaga. Wuxuu hooyada iyo aabbaha ka arko guriga ay la kula nool ayuu cabaya oo qaadanaya, sulug ahaan u qaadanaya.
haday been sheega been buu sheega qoralka qaarkood dadka qaar baa ku fadhiya xoobo oo ya hooyadii baa waxaas tiri abahay waxaan jira ah hooyaa waxa tiri abaa waxa yiri ayuu ku fadhayn odag iyo habartii waxyaalo been hadii loo sheego ilmo yar waayo waxa moog marka hooyadu ama dumarku kaalintay qaadanayaan taas u yahay haddu ilmaha xoogaa soo koro nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi muru awlaadukum bisalaati lisabcin ilmihiina toddoba markay jiraan salaada bara u fiirso toddoba markay jiraan salaada bara oo amra oo fara waadribuhum calayha licashrin toban hadday jiraanna ku garaaca macnaa xog ugu sii adkaya hawsha kaalinta ah waxaa lala hadlayaa waalidiinta aabbaha iyo hooyada ayaa lala hadlaya shaqadaasna haddii aan hooyadu qayb weyn ka qaadan aabbaha keligiis ma samayn karaa example tusaale salaada fajar oo salaadaha ka mida goor horaa loo kacaa soo maaha yaa kicinaya yaa u labisaya masaajidka haddii la aadayo labiskiisa u diyaarinaya hadday dhaxan tahay dharkii dhaxanta u diyaarinaya weysadiisa inuu qaato hubinaya aabbihiis inuu raaco hadduu wiil yahay hubinaya hadduu gabar yahay hooyadeed inay la tukato hubinaya yaa hubinaya arrinkaas hooyada u badan hadday tahay hooyo soo jeeda maxay qaban maasha allah salaada markii la adamo wiilkeeda iyo gabadheedu waa taagan yihiin salaada siday ugu taagan tahay ayay iyaguna u taagan yihiin haddii iyadu hurudo oo iyadu salaadii ka seexatay ilmaha ma soo kacayaan lagama yaabo halkaasna maxaa lumay lix sano toddoba sano tarbiyadii ugu muhiimsanayd oo la rabay inay soo qaataan ayaa ku lumaysa oo nebigu calayhi wasalaam uu yidhi toddoba sano laga bilaabo ilaa toban saddex sano toban sano markay jiraan waa in lagu garaaco ilaa qaangaar uu ka noqdo isagaa markaa isxukumaya shan iyo toban jir lix iyo toban jir toddoba sano baa lagu soo waday markaa waxa waaye isagaabaa tababar soo qaatay toddoba sannadood oo aabba iyo hooyo ay isugu tageen islaamka hor sida ugu talagalay kaalinta ugu talagalay kaalintaas weeye taas waxay keenaysaa in markaa ilmahaasu hooyadu ayaa dowrka weyn qaadanaysa walaalayaal waana meesha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yiri ninku wax uu kaydsado waxa ugu weyn haweenay wanaagsan oo saalixada khayru maa yadakhiru alrajulu imra'atu saalixa haweenay saalixada tuciinuhu calaa amri liimaan iimaanka ugu kaalmaysa arrimihiisa oo salaada ay kow ka tahay marka tarbiyadaas wanaagsan diyaarintaas heegankaas hooyadu ay tahay oo ilmaheed ay ku tarbiyayso tarbiyada wanaagsan ee guriga la joogto oo cibaadada iyo salaada iyo qur'aanka ay ugu horeyso waa doorka ugu muhiimsan hooyada ama dumarku ay ka qaataan kaalinta ugu muhiimsan ee bulshada u diyaariyaan waana midda ilaahay subxaanahu watacaala hooyooyinka uu kala xisaabtamayo oo uu raaciyey xadiiska cabdullahi ibni cumar bukhaari iyo muslim nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wamas'uulatun can raciyatiha haweenaydu waxaa la raaciyey oo lagu qaybshay guriga ninkeeda iyo ilmihiisa taasaana la weydiinayaa oo lagala xisaabtamayaa oo ilaahay hortiisa lagala xisaabtamayaa
taas waa qodobka koowaad ama kaalinta koowaad dumarku ay qaataan. Waana kaalin aad u weyn oo mujtamaca asaas u ah, waa meeshuu ka hagaago. Saas darteed waxaa laynooga baahan yahay hooyada in wax la baro, gabadhaha in aad iyo aad ihtimaam tarbiyadooda loo siiyo, gabdhaha in loogu dadaalo cilmiga, in loogu dadaalo qur'aanka, in loogu dadaalo tarbiyada, in loogu dadaalo naxariista, in loogu dadaalo barbaarinta, in loogu dadaalo hagaajinta iyo ilaalinta, in loogu dadaalo islaaxinta. Haddii dumarka la islaaxiyo, mujtamac waa islaaxayaa. Gabdhaha haddaynu islaaxino, mujtamac waa islaaxayaa, mujtamac waa hagaagayaa, mujtamacaasuu istaagayaa. Walidaalika ummaddii la rabo in la dumiyo oo la baabiyo, dhulka lala simo, xagga dumarka laga soo galaa, lagama soo galo meel kale. Shaydaanku markuu rabo inuu qolo marin habaabiyo ama baabi'iyo, xagga dumarku ka soo galaa, meel kale kama soo galo. Ana meesha ugu fudud oo laga baabi'in karo eber dhulka lala simi karo ummaddaasu, fisqi iyo fujuur iyo balaay iyo xumaan haddii loo adeegsado, halkaasaa laga baabi'inayaa. Marka dumarka in muhiimaddaas la siiyo waaye. Walidaalika maraakista islaamiga ah iyo masaajideenna iyo organisationadeenna iyo dacwadeenna waa inay kaalin weyn ku leeyihiin dumarku, oo ihtimaam gaara la siiya mu'tamaraadkooda gaarka, shirarkooda gaarka, muxaadaraadkooda gaarka, duruustooda gaarka, ka warhayntooda gaarka, mashaakilkooda iyo dhibaatooyinkooda ka warhaynteeda, waxaasoo dhan waa in aad looga warhayaa oo xil layska saara gaar ah. Nebigu calayhi isalaam salaam maalin gaar ah buu u samayn jiray, uu ka warhayn jiray gurigiisay imaan jireen, danahooday u sheegan jireen, xaaladooday u sheegan jireen. Waa inay dadka bulshada hormuudka waa masaajidda, culimada, ducaadda, macalimiinta, dadka wanaagsan inay kaaga dhow yihiin oo la dhegaystaa oo danahooda la fiiriyaa oo xaaladooda la eegaa. Maxaa dhacay hadday dumarku la hagaajiyo oo la tiyaariyo, la islaaxiyo, mujtamaca wax weyn baa ka hagaagaya. Kaalinta kale oo dumarka ay qaataan, taas waa tan ka hooyada ah ugu weyn, waxa weeye waa ka zawjatin xaas ahaan wey, waana mujtamaca nuskiis, waana shirkadda qoysku ka unkamo haafkeed. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sakan inay tahay, sakan guri iyo deganaan iyo xasilooni inay tahay. Waa meel lagu xasilo oo ninku ku xasilo weeye. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات إلهي هو وين بكم تهي إن يعني دمرك إلهي أكدغي إذن أبوري أنا كدغي ميلاد كحسشان رغو وكدكتان إذن قبضوا مركا أي تهي كالين تيدا صحضة وإني ننكي سكن النقطة ميل أكدغو أكحسر iyadii isagu hadday isgarab ordaan oo labadooduba noqdaan laba nin, xaggee sakanka laga helaya marka? Ya sakan ma jiro marka, faraha la isku taagtaago wey, ma jiray sakan, meel lagu nastaa ma jiraysa, meel la isku qayliyo oo la isku buuqaa oo ka soo baxaysa. Maxaa dhacay? Ana waa xanaaqsanahay qoraxdan ka imay, ana waa xanaaqsantahay qoraxda ka tag, isku buuqno marka. Ya isla qaylina labadayadaba nerfosan nagu kacsan, yaa stress baa labadayadaba nagu kacsan, iyo wareer iyo buuq. Yaa maya gabadha waa sakan, sakan kanaa la rabaa inuu ku dego, ku xasilo. Yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii isaga oo yacni walbahaarsan oo argagaxsan oo dhibaataysan
ka yimi waxyiga ugu horeeyey yaa soo baqay cabsaday guriga yimi oo zamiluuni 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 halay duuduub halay duuduub istayaal halay saar yaa maxay ku tiri Khadija radiyallahu anha yaa kalla wallahi laa yukhzika allahu abadan deg oo kaadi waxba dhibkaas ma jiraaye ka way qaboojisay way dejisay way xasiloonisay waxay u baahnaaba u samaysay hada waa sakan sakanka waa degitaan xasilooni waana inuu kalgacal iyo jacayl iyo dabacsanaan inuu leeyahay oo gabadhu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray waay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray marka dumarka sakan baa ilaahay ka dhigay sakankuna waa meesha la dego wallahu jacala lakum min buyuutikum sakanan sakanan sakiinada marka waa deganaan waa xasilooni yaa waa duggaan duggaan la galo marka duggaankaas gabdhuhu inay ninkeeda gabadha ninka u noqoto waa tarbiya la rabo in gabdhaha la soo siiyo oo la ogaado kaalinta ugu muhiimsan oo labaad ay qaadato waaye dumarku ay qaataan kaalin saddexaad waxay noqonaysaa masalan dariska mujtamaca bulshadiisa inta kale waxa ay hooyada ama gabadhu ay ka qaadato oo wanaag ah oo akhlaaq wanaagsan ah oo dhaqan ah nebigu calayhi isalaatu wasalaam towjiih badan buu ka bixiyey kow wuxuu yidhi middiin haddii ay dariskeedu wax weydiistaan yay u diidin ha ma hayso shaah bay kusoo weydiisanayaan sonkor bay kusoo weydiisanayaan milix bay kusoo weydiisanayaan maacuun bay kusoo weydiisanayaan alaab bay kusoo weydiisanayaan dariskii dhaqan wanaagsan bay kula dhaqmaysaa waxaa kale oo loo sheegay heblaayo dariskeedu waa ka nabadgalaa afkeeda iyo gacanteedu ka nabadgalay macnaa ma adeedayso ma maagto darisku hadday joogan waa la istaabanaya waa la iska sheegaya wuxuu yidhi hiya filjanna jannay ku jirtaa maxaa dhacay dariskeedii baa ka nabadgalay mid kale loo sheeg waxa dariskeedii baa ka nabadgeli kari waayey hiya finnaar maxaa dhacay adiyadaas idan dumarku xiriirka ijtimaaciga ah ee bulshada waxay ku leeyihiin door weyn hagaajintiisa iyo islaaxintiisa u gargaaridda kuwa baahan macruufka fidintiisa wanaagga wixii ixsaan ah oo ay samaynayso oo ilmaheedii xataa barayso wanaaggaasoo dhan qofka markay ku caanbaxdo kaalintaas waxay noqonaysaa bulshadeedii inay noolayso oo wanaag badan iyo khayr badan halkaas uu ka dhasho ayay noqonaysaa kaalinta kaleto ay qaadato dumarka waxa waaye fidnada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa taraktu bac min annisaa gadaashay fitna ka weyn dumarka oo ragga uga fitno badan kamaana tegin adduunka yani waxa ugu badan oo fitnaya ragga waa dumar waayo rag way jecel yihiin iyana nuqdadaasay marka adeegsanayaan haddii aanay ilaahay ka biqin bohol bay ka tuurayaan marka hadaan bay ka ridaya haddii marka gabadhaasu ay tahay gabar saalixada oo aan fitno kicinayn ama jirkeedii ay muujiso fitno aan ku kicinayn ama hadalka oo ay faafiso xumaan aan fitno ku kicinayn ama ninkii oo ay luqunjo baarto aan fitno ku kicinayn mujtamaca kaalin fiican oo wanaagsan ayay ka qaadanaysaa waxaa kaleeto oo kaalinta ay qaadan karto dumar ka mid ah dacwada dacwada islaamka dumarku kaalin weyn bay weligood ka soo qaadan jireen ilaa saan sheegnay nebi muuse iyo nebi ibraahim calayhi salaam ilaa yowmina haada haddii ay iimaan iyo wanaag layihiinna dacwada qayb weyn bay ka qaataan haddii ay gaalnimo iyo kufri yihiinna qayb xun bay ka qaataan nebi nuux nebi luut
عليهم السلام إلهي القرآن كل شيء قد دمر كودي قال أنت حميدة كقاتين دعوة الدين تمشي كي استاقين وضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وي خيامين حي خيامين خيانة قبل ماها وحوي نبي هذا وكنا زاهين الرقاص وحوي خيانة حق الدين تي دعوة أيك خيامين وقوم كودي قال نبي هذا هبي لصفتين وودي من دابيين ساسا إلى هاي النار وقوك شوي لبضا سهوين ونبي إقبين وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أيضا تنصر شغني هل كان إلهي إيمان كيدو كشاك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ابن عمر قال انت دعوتها أما حق حمانتا أما حق وناقة لبضبه كالن بيقاضا كرام حاول أسلم قال انت وناقة يدعوة يدينت إلي أقاطا يعني بالمناسبة هذا وضن كاني حال الشيء يا مرك قارك والله هذا ضد كأنه قربها ولا قاع عبنايا ما هذا عي ما عندي حلا سو ذات با يسوى عي وضك ولا نضد كنا قرب الجوكت نقصه نقصه سود يسين قبل ما الشدات هالكاكولة ستو أو مارة سرويل ستو أردا يو هي ذهب المكشقية هي ذهب المكشقية هي ذهب خبير بان وحي والله تمارة وحاس يوحاس أنت بنا وريري أو نوالي أو مقال وضن كيف وواري بلي ما نقف ما نقف ما نقف ستان نقع شتة أو حاجة كي ما ما بقى أنا أركب ما نقف بلي كي ما ده حاجة صبحين ما نقف قاب كي صبحين دبعت سمين كران دبعت وين بين سمين كران دمركو هدي أي دنك الدين تا يوناج يدعوة يخير كا أنا أمضى أهر سيدين دنك كلا أهر سيدان أما حمانت اللو أديك سدو أما ذلك الحمان بقى سيدان صار شغنا وحوى شيطانك وحبذا بكاء ذيك سنكرا الباب بدي سوقوه وين ويو حكوا في دنيه أو حكوا امتحانه مركا دعوة قيبتا وين أو كارم وين بك قاضا كران مركا الدين تا إلهي يحق إيه دعوة إيه خير كا إيه دعادة أي قرب النغضان الدين تا كارم النغضان أنه حقيقة وحنك فاننا قبلها الصوماليين أنا وإنت أنك أجهي أمر خاطئ أكن قنيا دعوة قربها هي مساجدة هي مراكزها هي خيراتك هي الدعوة كارنت أقوين تطبيقات إليه وأنا ورقات أنا أقوك عليه ساسا أنا أقول وياك كانوا مقرنا عليه دور صو مارتين لومي نقص لومي ما لها من هذا بتكون أركتين مارتين معها يعني دمرك الصومالية دعوة دبدة وحويه العنوان حجاب كودة وناقودة المها إجعنت كل جيهين قرآن كإلا دب صعنيان هذا ما انتظر هذا واحد اللي يسوق رسينا وخبرك واتساب كلي يوصل دري إن مسابقة دي كويت عالم كلنا يسوق يمادن وين الصومالية بقالة ما شاء الله مسابقة القرآن الكريم أو أدون كلنا يسوق يمادن الكويت مسابقة الكويت وحقاتي صوماليا قاد بيل صوماليا قاد وقال الحمد لله ويوي صوماليا بسوق كوري وصو تربيه بقرن إيسا مركان نبو تانو هينا تاسوية ما الخبر عندكم حوغا مارة نقب بيه وفيع وميله نقب هذي هنو قوانينا قال انت دعوة مركا دمارك قيبو يبنك قاد تاسو حي كين إيسا مركا سانو ها دايبة المامي صاحب بضي رقا دعادة iya rag maraakista iyo dadka masajida iyo jooga meelaha maartay khayrka laga wado dumarka in fiira gaar ah loo yeesho oo daacwada qab fiican laga siiyo oo qayb wanaagsan laga galiyo waliba inta kaliya ma aha yaani in hay'adahan hadda wadamadan Yurub iyo Mareykan iyo Galbeedka iyo kashqaya waxa ay iictimaadaan hay'adaha volunteerka iyo non profitka ama yaani an hey adan ribxiga ahayn organizationada sida masajida kanaaysta organizationada reliefka iyo waxa la midka arimaha bulshada ka shaqeeya yaani waxa ay iictimaadaan dhaqaale ahaan iyo volunteer ahaan iyo shaqo ahaan waa dumarka way
maxaa dhacay waa la daraaseeyey dumarku waxa weeye way ka daacadsan yihiin marka ay yacnii shaqada ay addaas ama markaskaas ama masjidkaas ama camalka dacwiga ah marka lagu soo xiro oo ay ka shaqeynayaan ragga way ka daacadsan yihiin oo way uga degdeg badan yihiin oo way uga yacnii shaqo badan yihiin marka lasoo xiro. Soo xirogelintooda hore ayaa laga yaabaa hawl badan inay u baahato, laakiin markay qabtaan shaqada way ka daacadsan yihiin ragga oo si fiican bay u wadaan. Sidoo kale kaalintooda, kaalin dhaqaale bay dumarku leeyihin. Ilaa dacwada zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, siirada Khadiija radiallahu canha ay ahayd ummahaatul mu'miniin baan tusaalaha ka soo qaadaya. Nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi, qof iga nafaca badan maalkiisa iyo nafaciisa Khadiija radiallahu canha ma aanan helin dacwadeedeeda oo aan u garabsado maalkii Khadiija ahayd. Ilaa yowmana hada, saan sheegay, maraakista iyo masaajidda iyo khayraadka waxaa dacmiya dumarka ugu badan. Idan kaalin dhaqaalena way leeyihiin oo kaalinta ay ka qaataan bay ka mid tahay. Caalamiga Islaamiga sidaas weeye oo maaragtay masaajidda, maraakista, reliefka, khayraadka, meelaha laga sameynayo aadka ayay qayb uga qaataan. Sidaasoo kale ummahaatul mu'miniin way sadaqaysan jireen oo gacantooda ka shaqayn jireen oo waxaa ku jira dad sanaaciya oo wax qabta, wax sameeya, xirfado badan iyagoo leh gabdhuhu. Yacni nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi, haweentiisa intuu shiriyey, waxaa isoo haleli doonaa midda idinku gacan dheer. Markaasaa waxay tiri Caaisha, gacmahayaga ayaan dhudhumin jirnay oo gidaarka ku dhararin jirnay. Kadib waxaa dhimatay Zaynab radiallahu canha, ugu horreysay nabiga, xaasaskii nabiga calayhi salaam kadib. Laakiin Zaynab nooguma gacan dheerayn bi radiallahu canha. Markaasaa waxaan ogaanay gacan dheerida uu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay sadaqada inay tahay. Kaanat waxay ahayd imra'a sunaaciye, yacni waxbay samayn jirtay, waxbay toli jirtay, waxbay qaban jirtay, way gadi jirtay, markay gaddo ayay sadaqaysan jirtay. Saasay marka ugu haleeshay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka kaalinta dhaqaalehna inaan maaragtay loo dabeela aan way dumarkuna kaalin weyn bay kaga qaataan dacwada iyo diinta iyo khayrka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo barakeeyo gabdhaha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga iyo duriyadooda iyo guryahooda iyo nimankooda Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo. Iyagana waxaan kula dardaarmayaa dumarka inay guryahooda ilaashadaan, caruurtooda ilaashadaan, kaalintooda Ilaahay kala xisaabtamayo waa gurigooda, ilmahooda iyo ninkooda. Ilaahay subxaanahu wa tacaala raaciye inay janno ku raadsadaan. Taas ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii ka soo baxaana jannada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinaya, inay ku sabraan dhibaatooyinka ku soo wajahaya ama waxyaalaha kaga imanaya caqabaadka ah. Dhibaatooyin badan baa ka hor imanaya, ninkii inuu sukseeg noqdaa ka hor imanaya, ilmihii laga yaabo inuu marmar ku daayo baa ka hor imanaya, inuu iyadii xoogaa rafaadiyo baa ka hor imanaya. Waxyaalaha imtixaanka ayo adduunka ahna inay ku sabraan insha allahu tacaala khayr badan ayaa uga dambeeya. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaan ba rag iyo dumar Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkana waafajiyo. Sallallahu ala nabiyina Muxamedin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin.